هذا وشارك سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إخوانه أصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مترأسا وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وفد مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الجلسة ألقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود دول مجلس التعاون في بلدهم الكويت، شاكرا تلبيتهم الدعوة بما يؤكد حرصهم على استمرار المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي. لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأخي العزيز جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق على جهودهم ورعايتهم أعمال دورتنا السابقة. لقد استطاع المجتمع الدولي أن يحقق نصراً واسعاً على الإرهاب في كل من العراق وسوريا، إلا أن ذلك الخطر لا زال يهدد استقرار العالم والبشرية جمعاء. فالأزمات والصراعات التي لا تزال دائرة تشكل بؤرا تغبي ذلك الإرهاب. فالكارثة الإنسانية والأزمة الطاحنة في سوريا لا تزال دائرة رغم ما تبذل من جهود دولية لإنهائها، ولكن الأمل يبقى معقودا على نجاح الاجتماعات واللقاءات والحراك لتحقيق التوافق المجهود وإنهاء ذلك الصراع المدمر. ونشيد في هذا الصدد بدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجهودهم البناءة في تحقيق اللقاءات بين مختلف أطياف المعارضة السورية ونجاحهم في توحيد كلمة المعارضة. وحول الوضع المأساوي في اليمن، فإننا نشيد أولاً بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تعمل على دعم الشرعية وتقديم كل المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يشهدها الأشقاء. ونأكد هنا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة سياسي، وندعو في هذا الصدد جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني. وفيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، فإننا نأمل أن يتمكن المجتمع الدولي من تحريك هذه العملية الجامدة لنصل إلى اتفاق سلام شامل وكامل يدعم استقرار المنطقة والعالم، وذلك وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. نهنئ الأشقاء في العراق على تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة ما يسمى بتنظيم داعش، ونؤكد هنا مجددا سعينا إلى مواصلة العمل مع الحكومة العراقية لصيانة استقرار العراق، ونشدد على أهمية المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة مما يسمى بداعش المقرر عقده في دولة الكويت منتصف شهر فبراير من العام القادم. لا زال تعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة مخالفا لقواعد العلاقات بين الدول التي ينظمها القانون الدولي والمتمثلة بحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
تشكل هاجزا كبيرا لنا، ونؤكد هنا بأن المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم الالتزام الكامل بتلك المبادئ. وفي الختام لا يسعني سوى الدعاء إلى البارئ جل وعلا أن يحفظ أوطاننا وأن يوفق الجميع لما فيه العزة والمنعة لدولنا والرفاه لشعوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك ألقى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة تقدم فيها بخالص التهاني لسمو أمير دولة الكويت الشقيقة على ترأسه الدورة الحالية للمجلس، متطلعا إلى أن تكون هذه القمة قمة خير وعزة بقيادة سموه الحكيمة. شرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه أصدق مشاعر التهاني والتبريكات لترأسه الدورة الحالية لمقام المجلس الأعلى الموقر، والتي نتطلع بكل ثقة وتفاؤل وبعون الله تعالى بأنها ستكون بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة ونواياه المخلصة قمة خير وعزة ومنعة، محققة للأهداف النبيلة السامية التي يسعى قادتنا الميامين أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم بعزم ثابت وإرادة لا تلين وإخلاص مشهود ومعهود إلى تحقيقها تلبية لآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التواصل والترابط والتكامل. كما يشرفني أن أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه على ما تميزت به رئاسة جلالته للدورة 37 للمجلس الأعلى من حكمة بالغة وحرص كبير واهتمام بالغ بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وما بذلته الحكومة الموقرة من جهد سخي وعمل متواصل لتعزيز هذه المسيرة المباركة ومضاعفة إنجازاتها وصيانة مكتسباتها. أصحاب السمو والمعالي، تنعقد هذه الدورة المباركة لمجلسكم الموقر لتؤكد حرصكم واهتمامكم بمسيرة العمل الخليجي المشترك وأهدافها النبيلة، ومواصلة جهود القادة المؤسسين لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط كما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون، تطلعاً إلى الغد المشرق المأمول بإذن الله تعالى، وليظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً ومتضامناً معبراً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار، وواحة للنماء والازدهار في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، الأمر الذي يؤكد أهمية الحفاظ على هذه المنظومة الطموحة والحرص على تماسكها وتضامن وتكاتف دولها وترسيخ مرتكزات الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية. لقد أنهى المجلس الوزاري الموقر في اجتماعه التحضيري بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة، وأوصى برفع ما تم التوصل إليه من نتائج إلى مقام مجلسكم الموقر للتوجيه وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. ولا يسعني في هذا المقام الرفيع إلا أن أرجو الله العزيز الحكيم أن يكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح، وأن يسدد على طريق الخير مساعيكم الخيرة، ويديم على دولنا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. هذا ويناقش أصحاب السمو والمعالي في هذه الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الكويت.
كما شارك سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إخوانه وأصحاب السمو والمعالي رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مترأسا وفد البحرين في الجلسة الختامية لأعمال الدورة 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت. وفي بداية الجلسة تلا معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان الختامي للقمة، حيث أكد إعلان الكويت على أهمية التمسك بمسيرة مجلس التعاون. وفي نهاية الجلسة الختامية أعلن سمو أمير دولة الكويت الشقيقة أن سلطنة عمان الشقيقة ستستضيف أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العام المقبل. وفي ختام أعمال القمة ودع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، معربا عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت حفظه الله على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدا سموه بحكمة سمو أمير دولة الكويت في إدارة جلسات القمة الخليجية ودوره الرائد في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون. وتلبي تطلعات مواطني دول المجلس في الحفاظ على مكتسبات التكامل الخليجي. ويؤكد القادة أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على الاعتدال والتسامح. ويدعو القادة الكتاب والمفكرين ووسائل الإعلام في دول المجلس إلى تحمل مسؤوليتهم أمام المواطن والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وتقديم المقترحات البناءة لإنجاز الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك.